ITN الشركة الرائدة ببرامج التأمين بما فيه الاستشفاء والطبابة وخدمة طب وجراحة الأسنان داخل وخارج المستشفى وبتحفظ لك على الاستمرارية والتغطية الدائمة وبنفس الشروط مع ITN بتعيش الصحة والأمان 03-546-4444 رئيس أهمية الاستشارة الطبية وتأثير قانون السير الجديد على بوليسات التأمين من ضمن المواضيع اللي رح نطرحها اليوم على ضيفنا السيد توني نصور. أهلا وسهلا فيك سيد نصور. حضرتك مدير عام شركة ITN Insurance. اليوم بدنا نحكي عن هالمواضيع ظل الظروف اللي عم نواجهها اليوم والأحداث المأساوية اللي عم نسمعها كمان من وراء هالنقاط أو المواضيع. خلينا نبدأ مع أهمية الاستشارة الطبية لبوليسات التأمين وللكلاينتس عندكم. صحيح. بتعرفي رولا اجينا ايميل وكان تفاجئنا فيه وحده بتقول مثل ميراكلز انه اعجوبه كان لها زمان عم تتعالج وتاخذ وتعطي بحالتها. اخذنا لها الملف تبعها وديناه للاستشاره الطبيه. هون عم نحكي عن سكند اوبينيون. يس سكند اوبينيون صحيح. وديناه لها اياها لبرا على بريطانيا واجت النتائج قالوا لها شو لازم تعمل، شو الفحوصات وشو لازم الأدوية وشو لازم تلتزم وأي نوع من العملية وبتصح. وبالصراحة تابعت هالستبس هودي من هون لوكالي طبعا بالتعاون مع الجهاز الطبي من برا وهن اللي عينوا الأطباء من هون هن تابعوا معهم ووصلت لمرحلة اليوم كتير مرتاحة وكتير مبسوطة. بقى لقينا الاستشارة الطبية عم تعطي فوائد وعم تعطي ردود كتير حلوة. يعني هون البرايمري دايجنوسيس أو الاستشارة الأولية اللي حصلت عليها اختلفت عن السكند اوبينيون اللي حصلت عليها. لو لأنتوا اقترحتوا هالشي يمكن كانت مزبوط صحيح تابعت علاج مختلف أو ما استفادت منه. صحيح. قلتنا أنه هيدي أعجوبة أنه اللي عملتوا لنا إياه هي بالصراحة لا هي خدمة احنا عم نأديها خاصة للأمراض المستعصية أو المزمنة أو الصعبة عم نوديها على الجهات المتخصصة اللي بالخارج. يعني شو ما كان التشخيص هون للتأكيد ولا طمنوا المريض تبعتوها للخارج عند أكيد فريق من المتخصصين بأهم المستشفيات. طبعا بتعرفي رولا هيدي بتكلفنا بين 3000 لل 15000 دولار. بس الحلو فيها أنه منعرف حالنا أنه بتدفعي هيدا المبلغ ورح تاخد الاستشفى الصحيح وتشفى وبقاش نكمل ونضل ننز مصاري وتحطي على علاجاتها على طول حياتها. بقى عم توصل لمرحلة عم توقف المصاريف عم بتساعدنا كتير لو دفعنا عليها أو ديناها للخارج. هون التكلفة عليكم، هل كل شركات التأمين بتقدم هالخدمة؟ ما بعتقد. هيدي إلى اتفاقيات وإلى انتسابات خاصة نحن اشتركنا فيها وبندفع نحن عن الطبيب عن كل اللي بيشتركوا معنا بالاستشفى في اشتراك نحن بندفعه عنهم وأكثر من هيك نحن بنتابع لهم العملية مع جهاز إداري انترناشونال. يعني هل بفهم منك سيد نصور أنه اليوم المنتسب صار عنده قناعة بأهمية الاستشارة الطبية أو السكند اوبينيون؟ بعتقد نعم لأنه صرنا تقريبا عاملين شيء فوق ال 107 استشارات. بدك تقولي 8 على 10 عم تجي نتائجهم كثير ايجابيه. ايماجن 8 على 10 ايجابيه بمعنى مطابقه للدايجنوسز او التشخيص اللي انعمل هون او مختلف؟ لا مختلفه بس عم بيمشوا بالطرق اللي نحن عم نحطها. صحيح. هذا خبر سيء للطب اللبناني. لا بالصراحه بتعرفي مش لانه نحن الاطباء كثير كويسين بس ما فيك انت تروحي دائما عند طبيب بتعرفيه او ما شغلته بيبتدي ما بكون اختصاصه. هو اهم شيء تعرفي صاحب الاختصاص تعطي قال له اعطي خبزك للخباز. هن عم بيروحوا من الى وبصير يجربوا او بياخذوا على حكي الناس يخبرونا هيدا الحكيم كتير كويس. ما فيك تمشي هيك لا بدك تمشي شوي تروح عن متخصص بهالمجال او بهالحاله اللي عم بيعاني منها الشخص. صحيح. يعني قريبا راح تصدروا فيديو
ببلغ أو بخبر المنتسبين عن أهمية الاستشارة الطبية. صحيح، حولي اللي صار معهم هالحالات والقضايا واللي استفادوا رح منحاول نعملهم فيديو وهن يخبروا الناس مباشر، وفي كتير ناس رح تعرفهم لأنه شافوهم وبيعرفوا حالتهم وبيشوفوهم اليوم بالوضع. يعني هيدي شهادات حية لأشخاص عاشوا هالتجربة. صحيح، رح تجمعوها بهالفيديو. صحيح صحيح، هذا اللي عم نشتغل عليه. صحيح، لانه تنقل له اللبناني لازم يعرف، مش دغري يركض يعمل اي عمليه، او اذا قال له شيء خلص لازم يروح عند طبيب واثنين وثلاثة يروح هو على حسابه، مش ضروري يكون معنا او ينضم للبرنامج، بس اهم الفكره هو ايصالها. الاستشاره الطبيه تانية كثير مهمه، مش اذا قال لك بامراض المزمنه او المستعصيه اعطيك راي وتمشي فيه دغري من دون ما تاخذ راي ثاني وثالث، ضروري، لانه هذا عمل جراحي رح بياثر على حياتك وعلى جسمك وعلى جسدك. من الافضل تستحصلي وتنوري وترجعي تمشي بالطريق اللي لازم تمشي فيه. استعمال الخليوي أثناء القيادة من أهم المسببات لحوادث السير اللي عم نشاهدها اليوم، وين بوليسات التأمين من هالموضوع؟ سؤالك كتير حلو رولا. انفاكت في قانون السير الجديد اللي انحط، نعم، بده يعرف اللبناني اليوم انه قانون السير حاطط ضوابط، هيدي الضوابط هي بتطبق على بوليسة السيارات، انه اليوم اذا انت كنت عم تستعملي الواتساب انت عم بتسوقي او التلفون وعملت الحادث، فيها شركة التأمين ترفضه لانه بالقانون ملحوظ عدم استعمال الجهاز الخليوي، او اذا عم بتسوقي ومش حاطه السيت بيلت وعملتي حادث لا سمح الله صار في وفاه او بسنجر. يعني هلا ملاحظات مذكوره اليوم ببوليسات التامين الجديده بلشوا كلهم يدخلوهم حسب القانون، بس القانون يعني مع انطلاق القانون الجديد. صحيح، هالشهر. اي نعم، بيمشي مع الانطلاق، يمكن بعتقد اجلوا مثل ما عرفت انه شهرين، ولكن بس ينطلق بدها تنطلق هيدي الشروط، ما فيك تقطعي اشاره حمراء وتعملي حادث وبيدفعوا لك اياه، بيقول لك مش مغطايه، ما انت بدك تتحملي الحادث، بده يعرف اللبناني صار عنده مسؤوليات. يعني هون رح يصير في نوع من التعاون بين شركات التامين وقوى الامن الداخلي؟ ما هو منه التعاون، هي لحتى يقدر يحصلوا على هالمعلومات. القانون، ما نحن مجبورين نمشي مع القانون، نعم. والقانون ما فيكي انا شجع هاللبناني اذا بيقطع اشاره حمراء او اذا سكران انا ادفع يعني له. يعني خلال التحقيق حول ظروف الحادث اذا تبين انه اي من هالاشياء كانت موجوده، التأمين ما بيغطيها وبيقدر يرفضها أو يقدر ساعتها بيحملوا مسؤولية، لأنه إذا ما بتتماشي هيك معناتها أنت عم بتشجعي على خرق القوانين، معناتها بقول لك مازال في تأمين، يلا أنا بمشي بعكس السير، نعم، بمشي على بقطع الإشارة، لا بده يعرف. يعني هالشيء المفروض يكون نوع من الرادعة لإلنا. صحيح، هو رادع من ميل وبده يعرف انه رح يدفع من جيبته مش الضرر وبس، ورح ياخذ البنالتي من قبل الدوله انه لانه عم بخالف القوانين، واثنين رح يدفع اول مطالبه ويكون عنده خساره، معناتها التامين مش رح يكون لجانبه هون، التامين ما بيشجعه على الفايوليشن اوف لو انه يقدر يخالف القوانين، بقى لازم اللبناني يكون يوعى اكثر ويتماشى مع القوانين. ما فيك تحطي ولد البيبي صغير حد منك وتعملي حادث، نعم، وتسيبه شيء للبيبي وتجي انت تطالبي بتعويض او اندمنتي، نعم، لان انت لازم تحطي ورا وبالسيت بالكار سيت تبع البيبي، معناتها انت مسؤوله عن ابنك، معناتها ما فيك تطالبي انت تروحي. يعني اذا اي من هالحوادث صارت ضمن شروط القوانين، ضمن شروط القانون الجديد، التامين بغطيها. مزبوط، صحيح، وين دائما، ولكن اذا تبين العكس ابدا التامين لا، لانه انت عم بتخالف في القوانين بالمطلق، عرفتي كيف؟ الحادث هو حادث طبعا بيجي من التهور، بس ما فيك تتعمدي التهور بطريقه، اذا قال لك حط السيت بيلت بدك تحطي السيت، اذا توفيتي ما فيك تقولي تفعلي. حسب الحالات اللي عم بتشوفوها سيد نصور، قد ايه هالنقاط اللي ذكرناها هي مسببه للحوادث؟ يعني ان كان السيت بيلت او استعمال الخليوي، هو اكثر شيء طبعا مثل ما اخر الحوادث نحن بتصلنا بتعرفي قد ما بيجينا استعمال الخليوي، صحيح هذا كثير مضر، بعتقد لازم الدوله كمان تساعد
يكون بكل السيارات في نوع من البلوتوث، بقى بس يقدر يحكي من دوم هو عم بيسوق. نعم. ما يقدر يستعمل تليفون وحطه على أو ما يحكي بكل بساطة أو ما يحكي. بس إنه اليوم السيارات بأوروبا وين ما كان هن الدولة بتحط السبيسيفيكيشن، بتحط الشروط اللي لازم كيف تستورد السيارة على البلد تبعها، يكون مجهزة بالسيت بيلت، تكون مجهزة بالبلوتوث للخلفية، يكون في عندها ضوابط، تكون في لها سيت بيلت بالكراسي الخلفية لأنه اليوم بيفرضوا عليها وبالسيارة مش موجودة عندنا بلبنان. في شغلات لازم تتحضر، كنا احنا مجهزين ذهنيا لهالثقافة اللي ممكن تنقص حياتنا في موقف ما. صح، احنا بعتقد الإنسان هو بده يلعب دور بحياته أكثر ما يتكل على هالشروط وهالقوانين. شكرا لك سيد طوني نصور، بتجدد لقائنا معك إن الله رد الأسبوع الجاي. أهلا وسهلا فيك. وقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع حلقتنا لليوم مع فاملي. ITN بالتعاون مع جامعات ومراكز طبية عالمية بتقدم خدمة الاستشارات الطبية من دون مقابل عبر برنامج ميدي لينك. استفيدوا اليوم وبكرة من خبرات أطباء من كافة الاختصاصات واحصلوا مجانا على ملف طبي كامل. برنامج ميدي لينك من ITN. عيش الصحة والأمان. 70-546-444 و03-546-444